يا جماعة السياسة أو منظورنا احنا للسياسة هو منظور انطباعي بحت، مفيش هنا أي نوع من أنواع الحاجات المسلم بيها أو الحاجات المطلقة. كنا كنا قبل كده افلام ما بعد 2013، عدد الافلام اللي نقدر نعتبرها افلام هتعيش لمدة طويلة اقل شوية. اعتقد ده من الافلام اللي ديفنتلي ديفنتلي هتعيش. مساء الخير عليكم يا اعظم جمهور سينمائي على الانترنت. اهلا بيكم في دردشه جديده من ذا سينماتولوجي بودكاست، اللي كل اسبوع انا محمد ابو سليمان وصديقي العزيز جدا اسماعيل راضي بنختار فيلم عظيم من السينما المصريه او العالميه عشان نفصصه وندردش فيه. سمعه، ايه الاخبار؟ يا سولي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام، كله كويس. واحنا عشان نختار الفيلم بتاع الاسبوع ده قلنا تعالى نشوف حاجه يعني ايه، مش سياسيه مش حربيه. انت قلت لي حاجه 6 اكتوبر، قلت يعني ايه، قلت لك بلاش، تعالى نعمل حاجه تانية. وبعدين لقيت ناس كتير قوي كاتبه على الكومنتس ما تعملوا تراب الماس، فقلت لك يلا تراب الماس. فبعت لي قلت لي يعني انت مش عايز نتكلم عن السياسه دي، تراب راح الماس واخدنا في حته يعني ما اعرفش. ماشي، عشان بس الناس تعرف ان احنا بنقرا الكومنتس بتاعتكم وبنسمع ترشيحاتكم يعني. بس ربنا يستر يعني على الكلام في الفيلم ده. الفيلم انا كنت ناسيه خالص لحد ما جيت اتفرجت عليه تاني عشان احضر الفيلم ده. لا، فيلم تقيل قوي مش كده ولا ايه؟ صحيح، فيلم تقيل. اولا طويل جدا، تفاصيله كتيره يعني. لا، فيلم تقيل، انا تعبت وانا بتفرج عليه، دي كانت تاني مره اشوفه. انا برضه يمكن شفته اول ما نزل، يمكن من ساعتها ما شفتوش، نازل 2018 فبرضه كان بقالي فتره يعني ناسي احداثه. لا شفته يا ربي مره يمكن من سنتين تلاتة تاني وبرضه عجبني قوي، بس الذاكرة بقت بعافية، الواحد بقى بينسى الحاجة اللي شافها من سنتين يعني. هو الغريب بقى ان انا الفيلم ده حتى مش فاكره هو في السينما يعني. انا يمكن كونسيومد شوية بالشغل وكده، فيعني لازم يكون فيلم يعني يشد الانتباه قوي علشان اروح اتفرج عليه، لكن حتى الفيلم ده انا مش فاكره هو في السينما. ما عداش، انا حتى ما اعرفش هو عمل ايه في البوكس اوفيس. انت يمكن عندك المعلومة ديت في الايراد. اعتقد نجح، اعتقد من الافلام اللي نجحت. يمكن مش زي الفيل الازرق، الفيل الازرق يمكن كان اكبر اكتر فيلم ناجح من افلام او اتليست التعاون ما بين مروان حامد واحمد مراد. بس لا، اعتقد الفيلم ده نجح، وكان في كلام قبل كده اعتقد ان كان احمد حلمي هو المفروض يعمل دور ياسر ياسين. انا قريت ده في التعليقات يعني، كان بتاعت في الناس كلمات كده. كتير بالظبط وان هو كان بالظبط. ممكن فلا لو كان خد اعتقد الدور الافلام ده، اللي نجحت لو كان خد الدور ده كان ممكن يبقى يعني نقطة تحول في تاريخه الفني يعني. بس هو ما عرفش، ما اختار ما يعملوش يعني. بالظبط. ففيلم فيه حاجات كتير قوي ممكن نتكلم عليها فيه، بس تعال نبتدي زي ما بتيجي في العاده. احنا قلنا دلوقتي اوريدي يعني فاكر امتى اول مره ومش اول مره، بس واضح ان احنا الاثنين ناسيين امتى اول مره شفناه. بس انا فاكر على الاقل، فاكر ان هو لما نزل عمل ضجه وكان فيلم كبير ونقاط كتير اتكلموا عليه بشكل كويس يعني، على جرأته وعلى اسلوب طرحه للمواضيع الكبيره اللي بيطرحها. فكصيت يعني وكسمعه اعتقد لا، الفيلم اخد القدر اللي يستحقه ولحد دلوقتي لسه معلم يعني. بالظبط. كنا كنا قبل كده افلام ما بعد 2013، عدد الافلام اللي نقدر نعتبرها افلام هتعيش لمده طويله اقل شويه. اعتقد ده من الافلام اللي ديفنتلي ديفنتلي هتعيش. صحيح، اعتقد كده، لان هو الفيلم يعني زي ما انت قلت يعني مش بس جريء، هو جريء في وقت مش بتاع جرأة، او الرقابة ما بتسمحش الرقابة والمنظومة كلها مش بتسمح بأفلام فيها مراجعة كبيرة كده للوضع السياسي والاجتماعي بتاع البلد. فأنا ما اعرفش الفيلم ده يعني نفد ازاي يعني، لكن اهو نفد كويس، احنا نفد عشان نتكلم عنه والناس تشوفه يعني. وانا لقيت ان الروايه نفسها كتبت في 2010، فكتبت قبل الثوره، ولكن الفيلم بيتنفس 2018. ففي السياقين سواء 2010 او 2018 ديفنتلي فيلم يعتبر جريء يعني. صحيح صحيح. طيب قبل ما نخش في التيمات والمواضيع، تعال نتكلم على صناع العمل. تعال نبتدي بمروان حامد. الفيلم ده يعتبر بتصنفه فين في افلام مروان حامد؟ الحقيقه انا يعني سالنا انا وانت اتكلمنا في الموضوع ده، واحنا بنحط يعني النقاط اللي هنتكلم فيها. اعتقد لو احنا قلنا يعني، انت قلت ابراهيم الابيض، اعتقد ابراهيم الابيض هو اجمل افلامه، اعتقد ده يجي بعديه. انا بشوفه حتى كمان احلى من الاصليين يعني، كفيلم وكتقل وكصنعه.
اعتقد ان هو احلى من الاصليين. فيعني ممكن يجي نمره 2 بعد ابراهيم الابيض على طول، لان ابراهيم الابيض اعتقد يعني از ان ايبك. ابراهيم الابيض ده فيلم هيعيش طويل يعني. صح، انا زيك، انا ابراهيم الابيض برضو حاجه يعني فيلم منفرد تماما، ما تعملش حاجه لا قبله ولا بعده. صحيح. فيلم فيه كل حاجه، واكيد لازم لو الناس لو عايزين نتكلم عليه هو اتعمل عليه حاجه كتير قوي. طبعا. فمعرفش لو الناس عايزه تسمع نتكلم عليه تاني ولا لا، قولوا لنا في الكومنتس حاجه زي كده تحبوا نعملها ولا لا. تمام. بس ديفنتلي هو بالنسبه لي رقم واحد. عمارة يعقوبيان، فيلم انا وانت قلنا تعبير اللي هو it did not age well، يعني فيلم كان حلو قوي ساعتها بس يعني عارف بس لما تيجي تفرع عليه دلوقتي تحس ان هو لا قديم شويه، مع ان في طبعا التمثيل خرافي لكل حد فيه يعني خالد. صحيح. صالح الله يرحمه، ونور الشريف الله يرحمه، كان لا يعني وعادل امام يعني فيلم كتمثيل ممتاز. أي. بس تحس ان هو كبسوله زمنيه كده يعني راحت عليها شويه. صحيح. في تيمات كتير. أيوة. الفيل الازرق انا عارف ان هو يمكن يكون انجح فيلم. لا اعتقد كيرا والجن تخطى الفيل الازرق دلوقتي، يعني كيرا والجن اعتقد ممكن يكون تخطاه يعني. لحد كيرا والجن كان الفيل الازرق هو اكتر اعمال مروان حامد يعني في الايرادات يعني. انا مش عارف ليه الفيل الازرق مع كتر نجاحه، بس انا شفته مره ومش متحمس اشوفه تاني يعني. يمكن يعني الفيلم معمول حلو قوي طبعا ومحكم وكل حاجه، بس انا تهت شويه في القصه او ما القصه ما شدتنيش قوي يعني، في حاجه كده ما حسيتش بالتواصل اللي انا عايز ارجع اشوفه تاني. يمكن لو اتفرجت عليه هحس ان لا انا في حاجه فاتتني، بس ذكرياتي عنه على الاقل مش محسساني عايز اتفرج عليه تاني. وحتى لما بيكون معروض على التلفزيون او حاجه مش من الافلام اللي انا بكملها، مش قادر احط ايدي ليه بالظبط، ما اعرفش. هل انت نفس الاحساس عندك؟ انا كده الاولاني ما عجبنيش، الثاني يعني الثاني عجبني اكتر. عجبتني يعني هو مكمل في نفس الخط برضو بتاع البارانورمال ده شويه او الميتافيزيكال يعني. اعتقد ان الجزء الثاني السيناريو بتاعه منطقي اكتر يعني، وخلاني اتقبل فكره الميتافيزيكال ده او البارانورمال ده اللي هو زي حاجات زي الاكس فايلز والحاجات دي بصوره اكتر. ده انا حسيت كده، الثاني عجبني اكتر في الازرق 2. هو مثلا يعني تعني كده شويه على مروان حامد، لان مروان حامد يعني علامه كبيره قوي قوي في السينما المصريه. ده يعني في الاول كنت بحس ان هو بيفكرني قوي بديفيد فينشر، اللي هو الوقت انت بتستنى، ولحد دلوقتي دلوقتي انت بتستنى فيلم لمروان حامد، عارف اللي هو الفيلم اللي بيعرف بمخرجه. أي. مش ببطله ولا بمؤلفه. صحيح. لا رهيب، مروان حامد مخرج متمكن بشكل غير طبيعي غير طبيعي، ابن الوزع عوام فعلا. صحيح. يعني فهمه للدراما وان الاخراج علشان يخدم القصه والدراما والشخصيات، في حاجات هنتكلم عليها في الفيلم يعني اختيارات مخرج في منتهى الذكاء، منتهى الذكاء ومختلفه تماما. يعني مثلا حاجه صغيره، مثلا المشهد بعد ما ابو اسر ياسين بيموت احمد كمال، وبعد كده في عند المدافن. بادئ بالكاميرا عند الجبل كده ونازله ونشوفه هو من ورا ظهره، وبعد كده بيطلع فبتشوف الغراب. يعني اختياره ازاي الديكوباج بتاعه ازاي هيقدم لك المشهد ده، دايما في حاجه جديده دايما. يعني اي حد تاني كان دخلنا جوه المقابر العياط مش عارف يعني دايما كل مشهد بحيث ان هو كده بيشوف يقول اوكي انا ازاي هوصل المفيد، بس في نفس الوقت ازاي هوصله بطريقه انت ما شفتهاش قبل كده او هتخليك تفكر بمنظور تاني. ذكي قوي في الموضوع ده، حرفي باقصى درجه. مش محتاجين نتكلم على التكنيك بتاعه عالي ازاي طبعا. بس فعلا اختياراته كمخرج دايما تحس ان هو عايز يقدم حاجه جديده ويجرب حاجه جديده ويفكر كويس قوي. من ساعه الفيلم القصير بتاعه ليلي اللي عمله كان لسه متخرج، لعمارة يعقوبيان، لده، لكل الافلام اللي بعدها. فمروان حامد ديفنتلي من المخرجين اللي الواحد يعني متحمس جدا يشوفه الفيلم اللي جاي. انا اللي بيعجبني قوي في الفيلم ده كمان يعني ما اعرفش بقى ده انطباع مني، هو الـ 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 هو تعامل مع فكره التراب الماس دي على ان ابو اسر ياسين اللي هو محمد كمال كانه هو سوبر كمال. هيرو. يعني فكرني قوي ب ام نايت شايمالان وفيلم امبريكابل. ايوه امبريكابل. برافو عليك. عجبتني قوي الفكره دي، وان هو في كده نوع من الميستيك او نوع من الغموض ونوع من الاسطوريه
حوالين هذا الرجل وفكرة تراب الماس وفكرة ان هو عابر للأزمنة وان هو رغم عجزه الجسماني وعجزه الفكري وعجزه عن انه يعمل اي حاجة في حياته انتهى بان هو قاعد على كرسي، فهو عجز بالمعنى المجازي والمعنى الحرفي يعني in the literal and the metaphorical sense، لكن قادر ان هو ينفذ حاجة هو شايفها من وجهة نظره ان هي عدالة، ان هو خلص ناس او خلص المجتمع من شرور ناس كتيرة اذا كانوا سياسيين او رجال قضاء او رجال شرطة او حتى واحد في الحي كده بيبيع مخدرات، ان هو يعني خلص الناس من وابتداها بالراجل اللي احنا هنخش في التيمات دي يعني خلي ده للتيمة بقى لان هو ده يعني الاثارة كلها، بس ان هو يخلق الجو الاسطوري ده هو تحس ان دايما الفيلم فيه حاجة اسطورية او حاجة غامضة او حاجة بارانورمال بتحصل يعني زي اكس فايلز كده. انا عجبتني قوي هو قدر انه يوصل هذا الشعور للي بيتفرج يعني. حلو جدا، انت اول ما قلت فعلا امنات شاملايان قلت رحت فعلا انبريكابل، حتى في شطات حتى لبروس ويلس من ظهره وهو لابس بتاعه المطر كانها الكيب. أيوة. بالظبط. وشخصيه اسمه ايه ده اللي هو كان الفيلن اللي هو مستر جلاس اللي هو كان برضو قاعد عشان لو واحد هيتكسر جاكسون كان عنده مرض راسي كده اسمه وعنده مرض وراثي اسمه اوستيوجينيسيس امبرفكتا، يعني عيب وراثي كده بيخلي العظم هش جدا متكسر من ابسط حاجه. بالظبط. فحتى زي ما يعني سبحان الله قلتها كده مخي راح للحاجات دي فعلا. برافو، فيري نايس اوبزرفيشن يعني. فده مروان حامد. احمد مراد ده ايه التعاون الكامل بينهم؟ خليني اشوف كده الفيلموجرافي. عملوا مع بعض الفيل الازرق، الاصليين، تراب الماس، كيرة والجن، وفين هو بيحضروا الفيل الازرق 2 برضو. الفيل الازرق وعمل لا وعمل سوري 2 وعمل التالت بالظبط. يعني سو فار 5 تعاونات بينهم، كيرة والجن اما كيرة والجن الفيل الازرق 1 و2 الاصليين وتراب الماس، فعملوا 5 مع بعض بالزبط. وبيحضروا للسادس. انا عمري ما قريت اي قصه لاحمد مراد فما اعرفش اسلوبه ككاتب قصه ايه. انا قريت له في السيناريو، انا قريت له دي وقريت له. طب كلمني انت كلمني على احمد مراد ككاتب قصه يعني. انا حاسس انه ككاتب قصه احسن منه كاتب سيناريو يعني. هو كتب سيناريوهات الافلام اللي هو كتبها يعني زي ماريو بوزو كده لما كتب سيناريو ذا جود فادر بناء على الكتاب بتاعه، بس كتبه مع كوبولا. مع كوبولا هو اللي بالزبط. بيوجهه بقى في كتابه السينما يعني. انا حاسس ان هو يعني انت تعتقد انه لما يكتب سيناريو لفيلم هو كاتب القصه بتاعته كاتب الكتاب بتاعه انه هيطلع حلو، لكن انا حاسس لا، انه هو يعني مثلا هناخد 1919 انا حاسس ان الكتاب نقل لي، انا شعرت ان الكتاب عن 1919 كثوره وكحدث اجتماعي وسياسي مهم لمصر، وانه هو يعني البطل هو الثوره. حسيت ان الفيلم الابطال هم كيرا اللي هو اللي شخصيتين اللي هو شخصيه احمد عز واحمد وكريم عبد العزيز. هنا يمكن ما اعرفش يمكن لان يعني يمكن المعالجه بتاعت دي احسن شويه بتاعت تراب الماس احسن شويه من اللي حصل في 1919، بس انا في العموم حاسس ان هو ككاتب سيناريو مش في نفس حرفيه، رغم انه بيدي ورش والناس بتحضر له كتير واي واحد عايز يدي يسمع ورشه بيروح يسمع احمد مراد. انا مش بقلل من شانه ككاتب كرايتر، لكن احس ان هو ككاتب قصه احسن منه كاتب سيناريو. ده انطباعي انا يعني. انا بقول لك انا يعني ما قريتلوش القصص بتاعته، بس اللي عايز اقوله ان انا يعني عايز اشوف يعني التعاون ده برغم نجاحه الواحد سعيد ان دايما الواحد مبسوط اللي يكون في افلام ناجحه وبتجيب ايرادات كتير، بس عايز اشوف مروان حامد في سيناريو مختلف يعني عايز اشوف حاجه مختلفه شويه. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده قصص احمد مراد ديفينتلي يعني هي ماده حلوه قوي للسينما
يعني فكرة الإثارة والميستيك والبارانورمال زي ما انت قلت حاجة بتدي نفسها قوي مساحة كبيرة قوي إبداعية ان انت توري بحاجات مرئية تبقى ممتعة، ان يبقى عندك عنصر الإثارة والسسبنس العوالم المختلفة زي ما انت قلت فكرة حتى السوبر فيلن. ففي حاجات خصبة جدا ان الواحد ان المخرج يبدع، فمتفهم ليه مخرج مرئي جدا زي مروان حامد يحب يشتغل على قصص بتاعت احمد مراد. بس اي ثينك دلوقتي بعد خمس افلام او ست افلام باللي جايه دي اعتقد الواحد عايز يشوف مروان حامد في شكل تاني. كنت سمعت ان كان في سيناريو لوحيد حامد الله يرحمه موجود، وكان مروان حامد هيبتدي يحضر ان هو يعمله، ما اعرفش سمعت حاجه زي كده ولا لا، بس حاجه زي كده طبعا تبقى يعني يا جماله يا جماله يعني. طب سؤال هنا، لما يبقى في مخرج وكاتب عندهم يعني تعاون كده مثمر وبينجح نقادا وبينجح في الايرادات يعني بجميع المقاييس، التعاون يعني ما نقدرش ننكر ان هو تعاون ناجح جدا ما بين مروان حامد واحمد مراد ومتكرر ويعني ريبروديوسبل، فواضح انها مش ضربه حظ كده في مره. هل ده كويس للمخرج او للكاتب انه يستمروا بنفس الفريق دوت، ولا بيخنق العملية الإبداعية شوية والمفروض إن المخرج من دول يبعد أو الكاتب من دول يبعد شوية ويرجع يتقابله تاني؟ يعني أنت شايف إيه؟ والله أعتقد دافود يعني حتى لو كان العلاقة الإبداعية دي مثمرة بتهيألي بعد فترة الواحد يبعد شوية ويرجع. يعني حتى يعني بشير الديك وعاطف الطيب ومحمد خان عملوا أفلام كتير مع بعض، بس أيوة. كانوا كل شوية كل واحد بيروح يشتغلوا مع ناس تانية وبعدين يرجعوا تاني مع بعض. صحيح. سكورسيزي وروبرت دينيرو، ولا سكورسيزي وليوناردو دي كابريو، ايفن دو سكورسيزي وليوناردو دي كابريو لازقين في بعض دلوقتي. بس يعني كتير تلاقي مخرجين وممثلين ارتبطوا ببعض قوي. بس بعد فترة يروحوا يكتشفوا حاجة تانية ويرجعوا لبعض. فاعتقد هي حلوة، بس طبعا الواحد بيبقى متعطش انه يجرب حاجه تانية. واعتقد ان ده اللي مروان حامد يعمله، من غير ما نقلل طبعا من ده او ده. بس اعتقد بس عشان نطلعوا بحاجه جديده يعني دي تبقى حاجه حلوه. تمام. طيب تعال نخش على الممثلين بقى، وتعال نبتدي باسر ياسين، لان اسر ياسين ابهرني في الفيلم ده. يعني يوريك قد ايه ممثل لما يكون عنده القصه الحلوه والشخصيه المعموله حلو ازاي ممكن فعلا يطلع حاجات حلوه قوي. في مشهد اللي هو بعد الحادثه بتاعته، لما بيقرا المذكرات بتاعه والده وقاعد في الكرسي ابو عجل، وبعد كده بيجيله نقطه السرعه. بيجيله نقطه السرعه. الترانزيشن اللي هو النقله ازاي لما كان قاعد لما دخل في نقطه السرعه دي، انا اتقبضت يعني من كتر ما هو دخل فيها. تحس ان ده حصل له كده فعلا، انه يعني شاف يعني اتفرج على فيديوهات او استشار حد او كده. لان دي يعني انا طبعا بحكم عملي شفت ناس بيجي لها نوبات كده، فاقدر اقول لك وليها صور مختلفه يعني. لكن اللي هو عمله ده بيقارب بدرجه كبيره قوي 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 انا يعني نوبات شفتها قدامي يعني. ربنا يلطف بجد يا رب. فلا وهو اصلا اسر ياسين كمان اللي هو دايما تحس ان هو الاندر تون، يعني اللي هو الممثل اللي ايه مش اوفر خالص ومش اندر قوي، هو اللي هو يديك على قد الاحساس اللي بجد. وده دايما بحس ان حاجه كده ريفرشنج، حاجه منعشه بكميه بقى الممثلين التانيين اللي حركه العين والرقبه والصوت ومش عارف ايه، لا ده بيلعبها صح مهما كانت الشخصيه. طبعا بيظبط الاداء على حسب الشخصيه، زي المسلسل اللي كان عامله في رمضان اللي فات بدون سابق انذار. بس هنا لا، بحس ان تمثيله حلو، لايق عليه الدور، مع ان تتخيل واحد زي اسر ياسين ما يلاقيش عليه غير اللي هو يعني بكره الكلمه دي بس لما يسموها الاي كلاس او يعني من طبقه معينه، لا ده ممكن يلعب كل الطبقات وبيلعبها حلو من اول ما بدا على فكره. من اول ما كان في الجزيره عمل دور حلو في البابلي وفي الجزيره، وقبل كده كان في اعتقد خالد صفيه والدير كان مسلسل برضو يعني بيعرف يلعب كل. خالد صفيه والدير ده مسلسل قديم قوي جدا. هو كان في اعتقد اول ولا مش ده كان في فيلم كان بتاع سوري البابلي. لا خالد صفيه والدير مش سوري البابلي. لا مش يبقى انا متلخبط بقى. انا كان في مسلسل اول مسلسل طلع فيه كان مع سهير البابلي،
هنطلع اسمه يعني. بس عامه عجبني جدا آسر ياسين في الدور ده، فكلمني عن رايك في آسر ياسين. و يعني هو آسر ياسين يعني ستايله امريكاني يعني في 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 التمثيل زي ما انت قلت، هو يعني مش من مدرسه الانفعال قوي، كلامه كله يعني هادي، حركاته وانفعالاته يعني مدروسه. بس انا برضو مش عارف ليه حسيت ان كان في ممكن يبقى اداء مختلف في في الفيلم ده. يمكن انا عشان قريت الكتاب ورجعت شفت فيلم، فده انت لما بتقرا الكتاب بتبقى حاطط في بالك كده صوره معينه، تخيل بقى بترسم حد. فده بيصعب على اي حد ان هو يعني يعمل على اي ممثل يعني ان هو بقى يقنعك بان اللي انت شفته دوت او اللي هو هيوريه لك زي اللي انت رسمته في خيالك. لكن هو بدون شك آسر ياسين، انا بطلع هو الفيلموجرافي بتاعته. اسمه قلب حبيبه، سوري المسلسل اسمه قلب حبيبه بتاع زهير البابي. ده خدت صوت ده في التسعينات يا عم، ده آسر ياسين ده اصغر مني. ايوه انا برضو تعرف ان دفعتي كان برضو جامعه امريكيه وهندسه بقى، كان اصغر مني بسنه. انا عارف ان هو خريج هندسه بس ما اعرفش بقى ان هو يعني قريب منك كده قوي. لكن هو لا ممثل كويس وبس، كويس جدا كمان. واعتقد لو احنا حطينا 3 4 في اللي موجودين دلوقتي هو يعتبر في التوب، وكمان برضو بيحسن اختيار ادواره، بيفهم واضح انه بيتكلم لغات كويس، يعني ثقافته واسعه. لا يعني هو مناسب قوي للستايل بتاع النوع ده من الافلام، ومع مخرج زي مروان حامد وكاتب زي احمد مراد. كلمني عن الدرامز، لان انت برضو بتلعب درامز. تفتكر دور الدرامز في شخصيته كانت ايه؟ اعتقد هي الستريس ريليفر، يعني هي اللي بيطلع فيها. هو يعني شخصيه طه دوت شخصيه هاديه جدا وكتومه جدا، وبيشيل في نفسه حتى لما ابوه بيموت بطريقه يعني قاسيه شويه، قاسيه جدا. عملي قوي، حلو قوي المشهد ده برضه على فكره. لما كان في المستشفى وماشي ومش مصدق ان ابوه مات وشايل المحاليل، برضه اثرت فيا قوي. عملها حلو جدا. فاعتقد ان الدرامز دي هي نوع من الاستريس ريليف، يعني هي دي اللي بيطلع فيها كل اللي جواه. وهو اعتقد ان هو ممكن يكون عنده خلفيه موسيقيه، لان هو يعني انا حاسس ان هو بيلعب كويس او عنده الملكات يعني. صحيح هو ما لعبش يعني تيمبوهات واضحه، هي كلها فيلز كده وترزيع وخلاص، لكن اعتقد ان هو يعني نفذوها حلو يعني. التكنيك كان حلو. التكنيك كان كويس اعتقد كده. يعني اعتقد احسن من تكنيك بتاع ويبلاش، اسمه ايه الممثل بتاع ويبلاش؟ احسن منه. مش بس احسن منه في مثلا، ما احبوش انا الفيلم. لا فيلم حلو جدا، انا بحب اقول الفيلم ده بحبه، بس بقى اللي هو المدرس المزيكا الجاز اللي يقعد يعزف فيك لحد ما يجيب دم، ده يعني ويبلاش كرباج يعني وراك كرباج وراك عشان تجري. بس يعني انا شفت ناس في حلقات يوتيوب لبروفيشنال ميوزيشنز، يعني بروفيشنال درامر بيتفرجوا على البتاع، يقول لك ايه الهبل ده يعني. مش كده هوليوود قوي. تعال نخش بقى على عمهم كلهم، ماجد الكدواني في دور رهيب. الميكروفون معاك، الميكروفون معاك يعني. لا رهيب فعلا، تحس ان هو متمكن بشكل غير طبيعي. كاريزما رهيب في الكاريزما بتاعته. انا عايزه يطلع، انا بستنى عليه يطلع في المشاهد. فين يا عم، عايزين الراجل ده يطلع يتكلم شويه. بالظبط بالظبط، عنده حضور رهيب، اللغه الجسديه بتاعته رهيبه. تحس ان هو زي التعبان كده، تحس ان هو سافل وابن ناس وبيتكلم يعني عادي، ما تفهمش يعني. تحس هو بيتكلم عادي، بيتكلم عادي جدا. يعني ما هواش زكي رستم ولا محمود المريجي عامل كده، لا ده بيتكلم عادي زينا كده، وهو ابن 60 في 70 مجرم يعني. صح. من اول قتل. حتى لما عرف آسر ياسين في المستشفى ان ابوه مات، ما كانش قايل له هو ايه ان هو مات يعني. في الاخر بيقول له بص يا ابني ربنا كبير ولا مش عارف ايه، بعد ما اخذ منه المعلومه ومشي. لو بيولع سيجاره، هو ايه ده وبيولع سيجاره. يعني مفيش اي نوع من انواع التعاطف يعني. يعني كومبليت يعني كومبليت لاك اوف سيمباثي اند امباثي، وتعاطف مع اي حاجه. مفيش دم. صح. دم بارد تعبان خالص. وبعد كده هو بيكلم الست اللي هي مرات واحد ضابط تاني، بيعاكسها ونطلع العين السخنه ومش نركز. عارف ايه. نركز هناك. وبعد كده الكوميديا لما كان قابض على الولد اللي هو مصاحب هاني بورجاس وطلعه لي. هو انت وهاني، هو طب مين التاني؟ ها العريس والعروسه. فلا يعني، لا بيرمي الحاجه صح، الكوميديا صح.
لا والفيلن تصدق ان هو فعلا فيلن مشهد حلو قوي لما 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 بيتشال من وظيفته وهو راكب العربيه وحد يقوم خبطه من ورا ينزل يقوم ضربه كام بوكس كده تحس ان هو هيل بقى راجل الشرطه اللي هو متعود على اللي هو يضرب اي حد هو عايزه وخلاص. بيفكرني بضابط راجل مهم, وده كان الامبتس او السبب ان محمد خان كتب فيلم زوجة رجل مهم, ان هو حصل له حاجه زي كده في الحقيقه قدام قدام ولاده. فلا عامل الدور حلو جدا جدا مجد جدا. يعني واحد يستغرب ان ده اوله, فاكر اوله كان ايه ايام حراميه في جيجي تو حراميه في تايلاند وعسكر في المعسكر, وعسكر في المعسكر والحاجات دي, ودلوقتي وصل للدرجه الرهيبه دي. الموهبه بتفرض نفسها. نعم الموهبه بتفرض نفسها بالظبط. فلا يعني كلمني عن ماجد الكدواني, لانه فعلا كنت تقول التوب 3 و4 هو ده جيل قبل اسر ياسين. ديفينتلي من التوب بتاع الجيل بتاعه. يعني انا اعتقد كده. هو كمان الجيل بتاعه هو يعني الجيل اللي نقدر نعتبره هو نفس جيل مثلا احمد السقا وكده, بس يمكن هو مش بيحاول يعمل فيها يعني سوبر هيرو زي احمد السقا, وانه يحافظ على جسمه ويعمل ادوار. ما اعرفش لو جيل احمد السقا ولا جيل مثلا سيد رجب و وخالد صالح. نشوف كده هو مواليد كام يعني. هو اكبر شويه. هو اعتقد ان هو شكله كده ممكن يطلع مواليد اوائل الستينات. هو مواليد 67. قلت لك طب يعني 67 يعني قرب على 60 سنه يعني. انا قلت لك هيطلع اوائل الستينات يعني منتصف الستينات. لا هيطلع اكبر من دول يعني. نقدر نقول ان هو فهو لا هو ممثل تقيل. يمكن هو بسبب برضو ان هو يعني ما هوش رفيع كده وبتاع, فالمنتجين برضو حصرينه برضو في حتة معينة ان هو يعني ممكن ما يشيلش فيلم لوحده, لكن هو يقدر يشيل فيلم لوحده. لو احنا تخلينا عن فكرة ان بطل الفيلم لازم يبقى واحد رفيع وجسمه عضلات يعني زي احمد عز ولا زي احمد السقا ولا زي النوع ده من الممثلين يعني, لكن هو ممثل تقيل جدا. المشاهد بتاعته في المشهد هو بيحققه معاه لا في لا بيقولوا له يعني ان انت يعني طلبت رشوه جنسيه وبتاع, وهو قاعد الناحيه الثانيه بيبص كده بيقول له ما حصلش يعني. يعني تحس فعلا ان هو دي انفعالات واحد فعلا بيكذب, وانت عارف انه بيكذب بس انفعالات عاديه مش بقى اوفر. الاوقات اللي هو بيبين فيها عن شره بيبينها بملامح عاديه جدا, تحس ان هو بيتكلم كونفرسيشن عادي يعني حوار عادي جدا, مش حوار يعني مبالغ فيه او مبالغ في الدراما بتاعته. تحس ان هو واحد بيتفق مع واحد صاحبه على خروجه. فانا عجبني قوي الدخله دي على 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 يعني على دور الشر. فانا انا انا شايف ان هو احسن من ادى في هذا الفيلم. صح. وفعلا المشهد اللي بتتكلم عليه ده حلو قوي, لما بيحققوا معاه اختيار المكان الترابيزه العريضه دي برده مروان حامد برده والشطاره بتاعته هو والكرو بتاعه يعني ان هم يختاروا المكان ده ويصوروها بالطريقه دي. لا المشهد فعلا معمول حلو يعني, رغم ان هي في العادي اعتقد ان وزاره الداخليه ما فيش فيها صاله اجتماعات بالمنظر ده, او لو حققوا مع هيحققوا مع ضابط, لكن هي برده اطفت برده يعني جو برده كده غموض وجو اسطوري على الفيلم ككل يعني. حتى اختيار الشقه بتاعت آسر ياسين وابوه, الشقه بتاعت اللي هي شيرين رضا او البيت ده اللي كان بيروحوا, تحس ان هو جو اسطوري كده. ده فين ده يا جماعه, ده مصورين الكلام ده فين بالظبط. وده جزء من شده الفيلم. البيت بتاع عزت العلايلي محروس برجاز برضو تحس ان هو حاجه فخمه كده, بس حاجه فخمه من قديمه. عارف على قديمه كده المكاتب الخشب الزاني الكبيره دي والصور. دي صور من ايام الملك حتى, بالك ان واضح ان هو شخص يعني بتاع رجل كل العصور يعني. يعني مصورينه مع الملك ومع عبد الناصر ومع السادات ومع مبارك, ويعني ومكمل لحد الوقت الحالي يعني. صح. تعال نخش على محمد ممدوح. الفيلم ده فيه قامات كبيره قوي في التمثيل. محمد ممدوح برده دور حلو قوي ليه, يمكن ما كانش فيه كتير يعمله, ان هو كان داخل باللي هو تمثيل بشكل واحد او اداء واحد. بس انا مش عايز اكتر من كده يعني. انا مش عايز اشوف شخصيه 3 دايمنشن يعني. انا عايزك تخش الشريفيز ده بتقدم الدور البلطجي وش تمام يعني. لا هو كمان هو مش بلطجي عادي, ده هو يكاد يكون وحش يعني. هو واحد هو كلب هو الكلب السعران بتوع كلب دبة. كلب دبه حاجه معدومه المخ, قوه غاشمه وخلاص,
بينفذ تعليماته وخلاص. بس العادي مشكله ان هو يعني هو طبعا من السمنه والسمنه اللي في رقبته انا بجد صعوبه اني افهم كلامه يعني لازم اوقف وارجع اعيد تاني فعلا بجد صعوبه ان مخارج الالفاظ يعني عنده. معرفش انت بتواجه نفس المشكله دي ولا لا؟ انا تعودت عليها يعني وبعدين كانت ماشيه مع الدور ده لان الدور ده اصلا واحد يعني غليظ في كل الاحوال فعدت معايا يعني. صح صح اعتقد كده. بس هو طبعا طيب. يعني عمله حلو قوي كان فيه ملامح كده بتظهر على وشه كده ملامح شر. حتى كمان انا في وقت الوقت قلت ده اخرس ده بيتكلمش لان هو حتى لما دخل قال له عايز الدواء اداله الورقه كده وخبط له قال له يعني هات لي بس يعني ده بيخبط كده على الورقه عايز دي. انا شعرت ان هو ده واحد اخرس وما بيتكلمش خلاص هي قوه غاشمه صح. وخلاص صح صح. نخش نغير من الرجاله شويه بقى ونخش على منى شلبي أيوه. اللي دايما بتحلي اي طبعًا. دور هي فيه واي طبعًا. فيلم هي فيه طبعًا. بتدي تاتش كده جميل سواء كشخصيه سواء كاداء سواء كان الشكل سواء كان ازاي شي كاريز هير سيلف زي ما بيقولوا يعني أيوه. هي ماشيه ازاي في العالم ده وازاي بتتحول بعد كده لما بتكتشف اياد نصار والبلاوي اللي هو مخبيها أيه. فدايما بتدي تاتش لذيذ للفيلم كده وخفيف وشيك كده للفيلم أيه. وكانت وبرده وادائها كان موزون قوي ما كانش اوفر ولا قليل. المشهد لما بتواجه اياد نصار وبيضربها برده كان مشهد مؤثر جدا مشهد الاتصاب ده عجبني يعني مش عجبني يعني تنفيذه كان حلو قوي. ولما هي كانت واقعه على السرير وبوشها كله دم وهو يعني بيختصبها عجبني قوي. بعدين في الاخر بقى يعني في اخر 10 ثواني منه كانها خلاص ثابت نفسها يعني مع انهيار تام يعني ان مش بس يعني ان هو اغتصاب جسدي ده اغتصاب عقلي كمان لان هو ضحك عليها وكانت هي متيمه بيه يعني. صح صح. بقيه الشخصيات طبعا ممكن نتكلم عليهم كلهم سواء اياد نصار او شيرين رضا. يمكن اقل دور عجبني داني ده هي دايما تايب كاست بحس في الدور في الدور ده يعني مش زي شبه الدور بتاع رحله 404 ما هي نفس بالظبط هو هي نفس الدور بس حتى التمثيل ما عجبنيش لما كان المشهد مع ماجد الكدواني في العربيه وبيهددها يعني وتقعد تبرق له كده يعني ما عجبنيش الاداء الصراحه لشيرين رضا في الفيلم ده. ايفن هي ممثله كويسه وفي ادوار ثانيه كويسه بس الفيلم ده بالذات ما حسيتش قوي بيها يعني. احمد كمال طبعا يعني جميل يعني حضوره جميل حتى لو بالصوت بس حضوره جميل جدا صح. بيوصل لك كل المعاني اللي هو بيحسها يعني ناريتر هو اللي بيسرد القصه بشكل طبيعي جدا ومنطقي. انت استضفته زي ما انت قلت في استضفته مره كان جميل قوي. الناس لو عايزه تخش تسمع البودكاست حلقه مع احمد كمال من اول الحلقات اللي عملتها الواحد يتعلم بس ان هو عمال بيسمعه بيتعلم يعني بالظبط. فبيجيب طاقه جميله قوي. علاقته مع اسر ياسين حلوه قوي. في مشهد جميل وهم قاعدين بره في الجنينه واسر ياسين بياخد سيلفي هما الاثنين احمد كمال يقوم باصص له بصه كده فيها حب كده وهو بيحميه كمان يعني. مشهد حلو جميل وهو بيحميه وبيسرح له شعره وبيلبسه هدومه يعني واحد فعلا يعني بار بابا وهو حياته كلها متمحوره حوالين بابا يعني عجبني قوي المشهد ده. لا مشهد يعني مؤثر جدا. هو دايما يعني تحبه على طول احمد كمال تحس ان هو دايما عنده الطاقه الجميله اللي تحبه فيها دي والكيمياء بينه وبين اسر ياسين كانت حلوه قوي. وفكره بقى سرد لقصته هو من اول ما كان صغير برده كانت حلوه. انا عجبني قوي السيكوان في اتنين في مشهدين معلش هقطع كلامك في مشهد لا لما اللي هو ابو حسين الزهار وهو صغير اللي هو الممثل سامي مغاوري بعد ما كان قاعد في قاعده كده مع الخواجه ليتو اللي هو دور بيومي فؤاد وصاحبهم الثالث ده وراجع البيت وبعدين بقى بيحكي لابنه بيقول له يعني ان اللي يعمل حاجه غلط وتاسف ده يعني ما يعفهوش من العقاب. وابتدت الكاميرا تخش على وش الطفل اللي هو محمد كمال وهو صغير وبعدين صوت الاب بيروح بعد كده بيقول له يا بابا بيساله سؤال فبيقول له يا بابا فالكاميرا ترجع تاني توسع فيلاقي الراجل دماغه ميلت لورا كده ومات. عجبني قوي المشهد ده تنفس حلو جدا جدا جدا. جميل. هو السيكونس ده كله اصلا انا عاده بكش لما بنرجع بالزمن لورا ويورونا ابيض واسود يعني 90% ما بحبوش يعني بحس ان هو بيبقى فيك قوي يعني بس لا ده عجبني ده حسيت ان هو التون صح حتى طريقه التصوير لان مش
يعني انك تصور ابيض واسود محتاج تعمل حساباتك وانت بتصور ابيض واسود. أي. سواء في اختيار الالوان والبرودكشن واللبس والاضاءه نفسها، مش مجرد انك تصور وبعد كده تقلبها ابيض واسود في البوست. لا. فاعتقد احمد المرسي هو مدير التصوير. أي. فلا متصور حلو قوي 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 يعني. انا عجبتني قوي الكادرات، كنت بحس انها بحب انا قوي الكادرات الثابته اللي تحس ان هو بورتريه، تحس انها صوره. صح. يعني ان مكان كل ممثل وقطع الديكور كانها صوره ستيل، مفيش فيه اعتقد الفيلم ده كان فيه امفسس على كده اكتر، ما كانش فيه حركات كاميرا سريعه اللي يمكن في مشاهد قليله منها جدا، لكن كان بحب انا قوي المشاهد اللي فيها اتنين والكاميرا بتخش كده عليهم بالراحه او كادر ثابت، بحب انا كده جدا. هو عملوا نفذوها حلو في الفيلم ده. صح. التكوين بتاعهم كان حلو قوي، هو الطاقم كله الكرو كله رهيب، سواء يا مدير التصوير احمد مرسي فعلا والمونتير احمد حافظ. احمد حافظ ده من اشطر المونتيرين برضو. أي. يعني امتى تقطع وامتى تستنى على الرياكشن، وفي حته المونتاج لما كان بيتفرج على راجل بيلعب درامز وبيعمل مونتاج كده سريع للقطات كتير قوي، فبرضو التيمبو الريتم بتاع الفيلم على ايد مونتير زي احمد حافظ حلو قوي. فكل تصميم الازياء ناهد نصر الله لسه بقرا دلوقتي، فيعني والمزيكا هشام نزيه، المزيكا حلوه قوي برده. هشام نزيه احنا كنا بنقول مين؟ يعني انا مش مستغرب والله، قعدت اقول لي اكيد هشام نزيه. بالظبط. يعني بالظبط، المزيكا يعني 8 من كل 10 موسيقات حلوه هتطلع هو في الوقت اللي احنا فيه ده. مزيكا فعلا تحس ان هي فيها حته رومانتك على حته كده بتتامل، وبعدين في كده يعني نوتة كده بتحس ان هو بينا على ماينر كي كده بتقوم واخدك حزين بينزل كده، عارف الحتة فعلا حلو يعني. فلا لا مزيكي حلو قوي 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 الصراحة يعني. فلا العوامل التقنية كلها متكاملة. بالظبط تشيك. تعال نخش بقى على القصه والتيمات، وتعال نبتدي من الاول، لان هو بادي معانا بالحته التاريخيه. وطبعا بيحصل اول حدث ان نشوف اللي بيحصل لاحمد كمال ومش عارف ايه، وبعدين بنرجع بقى بالزمن لورا وبنشوف الهيستوري وبيربطها، وبرده شخصيه اياد نصار الاعلامي بيربطها بفكره محمد نجيب واللي حصل محمد نجيب من قبل عبد الناصر والضباط الاحرار وهكذا. فانت انت الريزيدنت بوليتيكال انالست عندنا الخبير. لما بتخشوا في الحته دي التعليقات بتاعت الناس بتبقى يعني حاده، كثير من الناس يعني مش كثير يعني بعض من الناس اللي بيتفرجوا علينا يا جماعه السياسه او منظورنا احنا للسياسه هو منظور انطباعي بحت، مفيش هنا اي نوع من انواع الحاجات المسلم بيها او الحاجات المطلقه. nothing is absolute. احنا لو قعدنا نحلل في عبد الناصر والسادات ومبارك والنظام الحالي والنظام الثوره وبتاع ممكن نقعد نتكلم من هنا ل 100 سنه قدام ومحدش هيوصل لحاجه. محدش وهيبقى بودكاست تاني بقى. بودكاست تاني وتالت. احنا هنقعد بقى نتكلم، هي وفي ناس بتفهم في الحاجات دي اكتر مننا بكتير. ويمكن قروا اكتر مننا بكتير. احنا انا قراءاتي يعني معقوله في الحته ديت اعتقد يعني، لكن هل هي معقوله بحيث انها تخليني يعني خبير سياسي واستراتيجي في احداث يوليو 52؟ يعني ما اعتقدش، ولكن هي دوره الزمن لما لفت بينا اهو، واحنا اهو دلوقتي موجودين اهو بعدها بشوف بقد ايه. اعتقد يعني لازم نعترف ان هي اذا كانت البدايه كويسه فاحنا بعدين كل البعد دلوقتي عن اي مبدا من مبادئ الثوره اللي كانوا بيقولوا عليها، يعني ثوره يوليو اللي عشانها ثوره يوليو دي قامت. انا يعني هي عشان برضو نعرف كل حاجه هي ثوره يوليو مش ثوره، ثوره يوليو هي مش خلي بالك اسماعيل معلش سوري حركه خلي بالك انت بتحرك المايك اعتقد فبيعمل بتاع فبس تحاول ما تحركش ايدك عشان الصوت بس. يعني هي ثوره 52 هي مش ثوره، ثوره 52 هي انقلاب عسكري تقليدي جدا جدا جدا، وده اللي بيتقال فعلا في الفيلم على انقلاب على دستور مش ثوره بيقول انقلاب عسكري. هو انقلاب قام بيه شويه ضباط، الضباط دول كانوا كلهم صغيرين في السن، فيعملوا ايه عشان يعني يعرفوا يقنعوا بقيه الجيش انه يبقى معاهم؟ راحوا جابوا ضابط جيش متقاعد كان لسه كسبان انتخابات نادي الضباط الا وهو اللواء محمد نجيب، عشان يبقى معاهم يعني حد كبير. لكن هل هم كانوا يكنوا ليه اي احترام او شايفين ان هو ليه اي دور في اي حاجه؟ اطلاقا خالص. فعشان كده بعد سنتين لما تمكنوا من مفاصل الدوله كان طبيعي جدا ان هم يقولوا اتفضل.
ويحددوا اقامته. يعني اي حاجه تانية غير كده بقى يبقى احنا يعني مش بنصف مش موضوعيين. يبقى احنا كده الفيلم بيقول برضو حته ان هو كان هينادي بانتخابات واللي حصل ده طبعًا. هو اللي لغى الموضوع علشان أيوة دي كان من ساعتها بقى حطت الايه صح. الاسطمبه او القالب اللي البلد هتمشي عليه لحد النهارده اللي هو ده النظام اللي هنمشي عليه. واللي يعني في اراء ناس كتيره احنا بندفع ثمنه لحد النهارده سواء بقى يعني ايه يعني مش عايزين نخش في تفاصيل بس اكيد في ناس شايفه ان يعني النظام اللي البلد ماشيه فيه من 52 ما اتغيرش ويمكن لو الاحوال كانت مختلفه في الحدث المحوري ده يمكن كان حاجات تبقى مختلفه. هي عارف انت لما في كره بتتشاط ورايحه على الجون وبعدين لعيب مدافع كده يحط ايده فيها او الجول كيبر يحط ايده فيها كده فيعملها ديفليكشن يعني يغير بس مسارها كده زاويتين ولا حاجه فتحود وما تخشش الجون او تيجي في العرض او تمشي في مسار تاني خالص. هو ده كان الديفليكشن الرئيسي في الخط السير. بعد كده بقى هو منحنى ماشي فيه وانت بقى ايه عمال على نفس الطيف يعني على نفس السبيكترم زي ما يقول لك ده على طيف التوحد على الاوتيزم سبيكترم. احنا كلها هي يعني ايه امتدادات لنفس الخط. ساعات المنحنى بينزل شويه ساعات المنحنى بيطلع شويه لكن هو في الاخر لو انت بعدت عنه كده وبصيت عليه بصوره ماكرو هو كله ماشي في اتجاه واحد. التيمه بقى فكره ان حد هم جابوا شخصيه محمد كمال اللي هو اللي هو الراجل اللي اسمه حسين الزهار احمد كمال الراجل اللي قاعد القعيد وزي ما عملوا كده في فيلم فورست جامب ان شخصيه فورست جامب دي هي شخصيه محوريه في كل الاحداث المهمه اللي حصلت في امريكا في اخر 50 سنه. فهو برضو الراجل ده يعني حضر حرب 56 وشاف وعاصر الاكسودس او خروج اليهود من مصر بعد العدوان الثلاثي لما بقى وفضيحه لافون ما اعرفش انت عارف ايه فضيحه لافون دي ولا او او بالظبط يعني عملوها حتى في رأفت الهجان وعاصرها. بعد كده حاول يتطوع في الجيش ما عرفش راح درس تاريخ يعني عشان يعني يدرس تاريخ مصر يعني ده برضو ده القاء يعني برضو نوع من الاسقاط يعني نوع من الاسقاط. درس تاريخ اتطوع في الجيش عشان يحارب اليهود في حرب 67 خد على دماغه في 67 رجع ماشي من حرب 67 بعد كده اشتغل مدرس بعد كده حط فلوسه كلها بعد ما كان قصه حب يعني عاديه ما مشيتش او يعني كان يعني حتى في جمله حلوه قوي بيقول ده بيحب مره واحده في حياته بيعيش عمره كله بيفتكر الحب الوحيد ده فحتى يعني انلاكي لاف كمان يعني حتى بالزبط. في الحب ما فشل يعني بالظبط اتجوز جوازه نمطيه اللي خلف منها طه والست دي حتى مشيت ما قدرتش تكمل العيشه معاه. وهو بعد كده راح اشتغل في الخليج ورجع بفلوس الفلوس كلها طارت زي فلوس المصريين كلهم. فهو رمزية لكل المصريين وكل البهدلة والكحورة اللي حصلت للمجتمع المصري الكحورة الاقتصادية والكحورة الاجتماعية اللي حصل والسياسية اللي حصلت لهم من سنة 54 او من سنة 52 يعني لحد ما لحد وقتنا ده لحد ما دخل يعمل عملية يعني. وفي الاخر انتهى الامر عملية وتشل فيعني كمل وحول يعني سنتين ومات يعني عجزف بالظبط كده بالظبط يعني هي يعني هو عجز يعني فعلا عجز مجازي في عجزه عن ان هو يخلي حياته احسن وان كل حاجة يعني باظت في كل حاجة حاول يعملها باظت مدخراته باظت جوازه باظ وما طلعش من الدنيا الا من ابن واحد بس وعكس بقى طب عكس فيزيكال عكس حقيقي في صورة ان هو عمل عملية في ظهره والعملية باظت والراجل اتشال. فهو يعني ده رمزية لكل المجتمع المصري واللي جرى فيه في اخر 50 سنة. الفيلم كمان بيوري بقى النماذج اللي هي السلبية او النماذج الفاسدة في مصر بمختلف طرقها اللي هو كان فيه الصحفي كان في برجاس اللي هو عمل دوره حلو قوي عزت العلي كان وحشني اشوفه فيلم الصراحه عزت العلي مشرع كان عامل دور حلو قوي وده الراجل مشرع. بقى كان قاعد برلماني زي ما قلت متصور مع كل حكام مصر من زمان ومشرع زي ما بتقول كمان فده بيحط بالزبط. القوانين قال لك ده يد الله قال لك يد الله بالظبط عندك المشرع ده عندك اللي هو كان صاحبه اللي في الحاره اللي في الحي بتاعه اللي بيوزع مخدرات
عندك طبعا ايوه عندك طبعا اياد نصار اللي هو الصحفي اللي هو كان زمان مناضل ومش عارف ايه ودلوقتي لسانه يعني منافق وبيقول اي حاجه وخلاص. عندك طبعا شخص وهو في الاخر بيصور ستات وهو بيعمل معاهم علاقات يعني. وعندك طبعا شخصيه الضابط وعندك شخصيه القواده يعني جايب لك كل النماذج القذره اللي هي بترمز الفساد وبالذات الناس اللي المفروض ان هي بتدافع عن الشعب وبتدافع وبتتكلم على لسانها والمفروض تدافع عنها زي شخصيه الشرطي وهم دول اصل الفساد. فكان طبعا طرح جريء جدا ودرامي جدا ان انت يوريك ان مش اول مره تتعمل طبعا انت تشوف النماذج المختلفه الفاسده دي يعني موجوده عامله ازاي. بس كانت ايه سبيكتروم زي ما انت قلت لكل النماذج دي. وهنا بقى فكره عايزين نتكلم على شخصيه معينه بالذات اللي هي شخصيه هاني برجاز والتمثيل بتاعه مدى قدرته على الفساد دي. او ممثل لبناني اعتقد مش اعتقد متاكد ان هو لبناني وممثل شاطر ظهر في حاجات لبنانيه كتير بس ما اعتقدش عمل حاجات في مصر كتير بس عامل انا بدور اهو انا ببص اهو على على هاني اسمه عادل كرم بالظبط ممثل شاطر ده كان في فيلم يا رب نسيت اسمه برضو فيلم كان رايح الاوسكار كان خناقه بينه هو كان طالع دور مسيحي ومتخيل مع واحد دور واحد مسلم وكان فيلم لبناني كان حلو قوي حاجه 19 مش فاكر كان اسمه ايه بس كان فيلم حلو جدا ارشحه قوي كان موجود على نتفلكس من فتره يعني فيلم حلو جدا هو ممثل ومذيع لبناني فعلا بالظبط فده عامل دور حلو قوي برضو ودور فيه كده يعني مخيف الى حد ما بس في نفس الوقت اسر ياسين بيكتشف ان مش هو السبب فمش هو اللي امر بقتل ابوه خلي بالك هو هو كمل يعني هو الوحيد اللي كمل في القصه دي هو اللي يعني هو ده اللي ما طالوش تراب الماس يعني هو موت الضابط وموت جابر برجاس بحروس برجاس اللي هو عزة العلايلي وموت ليتو وموت يعني موت كل الفسده لكن في واحد كمل اللي هو الراجل ده بالظبط فيلم اسمه قضيه رقم 23 فيلم حلو قوي ارشحه لو ما شفتوش والناس اللي بتسمعه فيلم لبناني بس فيلم حلو قوي واعتقد كان نومينيتد للاوسكارز يعني ففيلم ديفينتلي شاف وزي نتكلم على الفاسد الاول او الشخصيه الفيلن الاول هي بويمي فؤاد اللي هو اللي كان اللي هو من يهود مصر اللي كان بيولع النور للطيارات عشان تعرف تضرب فين فكان خاين يعني الموضوع كله بدأ بفكرة الخيانة دي وان كل النماذج التانية دول خونة كل واحد بس بشكله بس خونة عارفين برضو مش كل اليهود اللي كانوا في مصر كانوا صهاينة يعني لازم احنا طبعا الناس كتير اتكلمت على الفرق بين صهيوني وبين يهودي لان في يهود كتير ما هماش صهاينة وعشان تبقى عارف برضو اغلب اليهود اللي كانوا موجودين في مصر وخرجوا من مصر في سنة 56 بالذات بعد تأميم قناة السويس أغلبهم ما راحش إسرائيل أغلبهم بالعكس ما كانوش بليفينج في إسرائيل كوطن هم خرجوا من مصر لأن النظام السياسي ما كانش مرحب بوجودهم بعد عدوان إسرائيل على مصر بعد تأميم قناة السويس أغلبهم كانوا أصحاب أعمال زي يوسف وهبي في اسكندرية ليه يوسف وهبي كان بيقول كده بالظبط في كتاب حلو قوي للي عايز يقرأ عن 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 حياة اليهود في 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 الخمسين ستين سنة أو أزيد شوية في مصر قبل ثورة 52 لحد يعني ما أغلبهم خرج اللي موجودين دلوقتي يتعدوا على أصابع الإيد الواحدة يعني كتاب حلو قوي أنت ممكن تكون قريته اسمه The Man in the White Shark Skin Suit كتبه لا لازم تقراه وحتى هو مترجمينه دار الشروق هي كتباء واحدة صحفية أمريكانية يهودية مولودة في مصر هي ماتت دلوقتي عن حياة باباها ومامتها وأسرتهم هم من اليهود اللي هم يهود الشرق اللي بيسموهم السفاردك جوز مش الأشكنازي جوز بتوع إيسترن يوروب حياتهم في مصر وإزاي سمر حتى أكتر فهي يعني هم كتاب يعني بتقدر تقول إن هو برضو يعني دراسة اجتماعية عن الـ 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 الحياة في مصر كانت عاملة ازاي مش بس حياتهم هم كمجتمع يهودي حياة المصريين فهو اغلب اليهود اللي كانوا في مصر دول كانوا اصحاب اعمال وناس كسيبة اللي بنوا اللي هاجروا وعملوا الكيان اللي اسمه اسرائيل اغلبهم كانوا من ايسترن يوروب من اللي ضربهم السلك اللي كانوا الصيع. اللي كانوا الصيع انما اصحاب الاعمال واصحاب المصانع والشركات اللي يوديه حتى يضطر يمسك فيها بندقية ويحارب
ويشتغل في مستوطنات وبتاع. فدول اغلبهم كان بيروح اوروبا وامريكا اللاتينيه وامريكا. فقليلين قوي قوي منهم اللي راحوا اسرائيل، قليلين جدا جدا اللي راحوا اسرائيل. صح. طيب الطريقه بقى او التيمه الثانيه بقى هو فكره الفيجيلانتي اللي هو القاضي والجلاد، اللي الواحد ياخد ياخد حقه بايده. دي مش دوا مش اول مره نشوفها في فيلم، يعني معموله من في افلام الفيجيلانتي دي معروفه من زمان. ولك يعني هو مش حقه كمان، بس مش حقه هو الشخصي، ده حق المجتمع ككل. بالظبط بالظبط. ما هو ده روبن هود يعني، عارف الشخصيه اللي هو بياخد حق المجتمع، البلد كلها، بينتقم لكل اللي بيبوظه. حتى اسمه ايه ماجد الكدواني كان عنده له جمله حلوه كتبتها في حته لما كان قاعد مع آسر ياسين في الاخر. قال له انا يعني قال له انت بتكلمني زي ما كنا انا بقتل واحد كل يوم الصبح. قال له انا كنت بعمل كده برضه لما قتلت اول مجرم، احنا بنخلص المجتمع مش عارف ايه. يعني هو برضه وليد سلطان ده اللي هو الضابط هو فاسد جدا، لكن هو برضه فاكر في وقت من الاوقات ان هو فيجيلانتي برضه، ان هو ليه مهمه مقدسه بيعملها يعني. فبرضه فكره الفيجيلانتي دي يعني تشدك انا فيجيلانتي دي ما بعرفش الاقي لها كلمه. ودي فكره الفيلن برضه، دي فكره الفيلن، نفس فكره الفيلن. ما بعرفش الاقي معنى فيجيلانتي دي ليها ترجمه بالعربي يعني، بحاول دايما الاقي لها. هي زي منتقم كده، عارف نفس يعني فكره المنتقم. لا هو المنتقم اللي بينفذ يعني ما يعتقد ان هي ايش بالانجليزي. لا استنى كده، هي زي مكتوب بالفيديب قال له كده الحادث. هو فكره اللي بياخد حقه بدراعه، هي مترجمه على جوجل حارس امن يعني هي لكن هي لا بس هو انت ما تقدرش تقول على حارس امن ده فيجيلانتي. هي فيجيلانتي بتقال على حد كده يا جماعه، اللي ما يعرفش تعبير فيجيلانتي ده، حد زي باتمان اللي هو بينفذ العداله بنفسه، هو يصدر الحكم يصدر الحكم وينفذ العداله بنفسه يعني. وده من منطلق ان هو بيحب المجتمع وبيكره الاشرار وعايز يحافظ على العداله والامن والسلم في المجتمع. هل في تصرف حد حسيت ان هو مش مقنع؟ يعني مثلا منى شلبي فكره ان هي سممت اياد نصار، دي حسيتها كده اوت اوف كاركتر شويه يعني، دي حسيت ان هو هل تعمل كده ولا تروح تبلغ ولا تحاول يعني. انا طبعا هو واصل جدا، باين عليه ان هو واصل، فهل معرفش حسيت معرفش او يمكن دي حاجه سكسس مني يعني، ان انا حسيت ان هي مش هتقدر تعملها، دي حاجه تانية ودي حاجه مش كويسه بحقي، بس معرفش احساسي كده حسيت ان هي مش ما حسيتش بالاقتناع يعني. آسر ياسين لما قتل محمد ممدوح عشان هو اللي قتل ابوه. لا خلي بالك، آسر ياسين مش هو اللي قتل محمد ممدوح، اللي قتل محمد ممدوح هو وليد سلطان. قصدك لما قتل ماجد كدواني؟ بس هو سممه صح بالظبط، حطيت البتاع في الشاي بس اللي خلص عليه كده. صح مظبوط كلامك صح بالظبط وماجد الكدواني برضو السبب، فحسيت ان كان في يعني سبب قوي. وطبعا ما اللي حصل منها شايف ده سبب قوي. سو اعتقد هو خدعها، اصل مش مجرد واحده كده خدها هو كمان، هو يعني هي كانت بتحبه، دي هي حبه يعني، لان هو حتى بره آسر ياسين قال لها ما انت حبيتيه وعارفه من الجزء، قالت له كنت بحبه يعني، هي حبته يعني، فبالتالي هي حست بخدعه كبيره ان هو بيحبها واغتصبها يعني نال منها وضربها يعني، كل ده لمجرد انها كشفته وواجهته بحقيقته. صح. وعجبني برده قوي في رمزيه الغراب في الفيلم، طبعا هو ان ابوه كان بيربي الغراب ورمزيه الغراب، والغراب هو اللي علم البشر ازاي يدفنوا بعد ما يقتلوا يدفنوا، فبرده رمزيات لذيذه، واعتقد دي موجوده في الكتاب، ما كانتش حاجه يعني دخيله او حاجه من مروان حامد، متاكد ان حاجه كانت موجوده في الكتاب يعني. انا عجبتني قوي بقى اخر لقطه لما هو جاب الازازه الصغيره اللي فيها تراب الماس، انا قلت خلاص بقى ان هو هيرميها في الباسكت لانه خلاص اتم مهمته، لكن هو لا، هو ما رمهاش في الباسكت، هو حطها في زي المسند بتاع الكرسي بتاع العجل اللي كان الويل شير، الكرسي المتحرك اللي كان بيقعد عليه ابوه، واللي كان ابوه دايما بيخبي فيها الدرج صغير كده رفيع زي درج سحري بيخبي فيه الفايل او الازازه الصغيره بتاعه يعني تراب الماس، وقام واخد الكرسي وحطه في الاوضه وقفل عليه كانه بيقول يعني موجود للمستقبل لكل واحد فاسد برضو يستحق تراب الماس. اللي عجبتني كمان برضو
ان على الرغم من ان الويل شير او الكرسي المتحرك هو رمزية للعجز حتى يعني او رمزية للاعاقة، حتى لما بيجوا يرسموا في اي مكان مثلا انتظار سيارات ان المكان ده مخصص للناس يعني اصحاب اي اعاقة او كده، فهو هو الكرسي هو رمز للاعاقة، لكن في نفس الوقت هو كان رمز القوة، لانه هو يعني في نوع من الكونتراست كده عجبني قوي، ان هو تراب الماس اللي مستخبي جوه كرسي بتاع شخص معاق حركيا، لكن هو في نفس الوقت عنده القدرة ان هو يعني يتخلص من اي فاسدين. هل دي رمزية ان الشعب اللي انت بتقول عليه ان هو شعب عاجز او معتقد ان هو عاجز عن ان هو يصحح مساره او يتخلص من الفاسدين، لكن هو في حقيقة الامر هو قادر ان يتخلص من كل الفاسدين دول؟ هي حتى منى شلبي بتكتب جملة في الاخر، لازم الناس اللي تحت تراقب الناس اللي فوق. بالزبط. يعني برضو في بالزبط. فكرة اللي هو الافري مان او الرجل العادي هو يكون عينه على الناس اللي فوق ويجيب دم ان شك زي ما بيقولوا يعني. اعتقد هي دي الخلاصه. بالظبط. ففيلم، لا فيلم قوي، فيلم فيلم ما يتعملش دلوقتي برضه. لا زي لا سلسلة انا اعرفش ولا يعني اكيد ده نفد ازاي ده الفيلم ده. اعتقد هو كان في يعني في البدايات، فكان يعني مش واخدين بالهم يعني مش واخدين بالهم. انا متاكد ان بعدها الله 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 ده عدى ازاي ده جه منين ده؟ هات العيال دي بسرعه، هات العيال دي بسرعه. دلوقتي ما ينفعش يطلعوا ظابط بيشرب سيجاره اصلا يعني. بالظبط. عامة احنا ما بنتكلمش في السياسة، انت قعدت تقول لي مش عارف ايه وبلاش وبتاع، اتفضل اهو. بس تعرفوا ان احنا بنسمع ترشيحات. والله جدا. في ناس كانت مرشحة افلام برضو زي النمر والانثى ومش ممكن نرجع نعمل كلاسيكياتنا دي برضو. والله ليه لا؟ انا نفسي لو قلت لك انا نفسي نعمل غريب في بيتي يا محمد. حمود غريب في بيتي برضه. حلو قوي برضه. ده جميل. لا خلاص ده في الحاجات دي جايه. وبرضه لو عندكم اي افكار يا جماعه اللي بتسمعونا عرفونا في الكومنتات، وما تنسوش طبعا لايك وشير وسبسكرايب لسينماتولوجي. نسيت نسينا نعمل موضوع السيلز ده يا جماعه. ما تنسوناش لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، وفي البودكاست خش ادونا ريتنج. الحاجات دي كالعاده بتفرق. احنا طبعًا. بس دايما ايه نتكلم كده بحلاوه روح، الموضوع مش في بالنا بس يعني. بس واي نوت يعني، يا ريت طبعا لو عجبكم الدردشه بتاعتنا ليه لا يعني. ما يدورش يعني. ما يدورش. بالظبط. شكرا جدا يا سمعه كالعاده. شكرا 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 شكرا. ميرسي يا جماعه. شكرا. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.